طيب برضو سؤال مهم جدا، حضرتك عارف روحانيات شهر رمضان الكريم، نعم وكلنا بنحب ان احنا نصلي صلاة التراويح في المسجد، نعم يعني بتضيف لنا كده روحانيات جميلة يعني. نعم بس دايما يقولوا ان صلاة المرأة افضل ليها المنزل عن المسجد، يعني لو اعرف من حضرتك برضو الحكم في هذا. الأمر ده فيه تكريم عالي جدا للمرأة وتخفيف عنها. ان هي تصلي في البيت. إحنا قلنا البرنامج المبارك ده قايم على توضيح بعض المفاهيم الخاصة طبعا. بالمرأة وبالنساء. من هذه المفاهيم المغلوطة إن الإسلام كرم المرأة على كل المستويات، بالظبط. ومن باب تكريم المرأة التخفيف عنها في بعض الأحكام غير الرجل. فهنا صلاة الرجل في المسجد، بعض البعض او صلاه الرجل في جماعه عموما، البعض بيقول ده واجب والبعض بيقول ده سنه مؤكده. يعني الافضل للرجل ان هو يصلي في المسجد، ان هو يصلي جماعه. جميل. طب بالنسبه للست؟ لا، بالنسبه للست الافضل ان هي تصلي في بيتها، في البيت. سيدنا النبي في الحديث الشريف يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد، دي نقطه، وبيوتهن خير لهن. فهنا النبي بيلفت انتباهنا لحاجتين، ان ممكن وممكن، ان ممكن وممكن. بيقول لك اوعى تمنع المراه انها تروح المسجد، هي عايزه تروح المسجد تروح، مفيش اي مشكله. بس انا بقول لها الاكرم ليها، الاكرم والاحسن ليها، وبيوتهن خير لهن. في واحده ممكن تقول لك انا لو صليت لوحدي في البيت ما بعرفش استشعر روحانيات معينه، ما بعرفش اخشع في صلاتي، بسرح ممكن كتير، بنسى. بالظبط، ممكن بنسى. فانا عايز اروح وانا مش حافظه، مش عارف اقرا، فانا عايز اروح اسمع سيدنا الشيخ اللي صوته كويس عشان استشعر حلاوه القران. قول لها يا ست الكل روحي، ما فيش اي مشكله خالص، وما حدش يمنعها. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لا تمنعوا نساءكم المساجد. وفي نفس الوقت بنقول لها لو انت تقدري تصلي في البيت وتقدري تخشعي وعندك راحة وسكينة وطمأنينة في البيت، يبقى صلاتك في البيت أفضل. ليه؟ لأنك انت في المسجد ممكن معرضة لأي حد ممكن يعتدي عليك، معرضة لأي حد ممكن يضايقك، ممكن أي حد يقول لك كلمة مش كويسة. فالأفضل صلي في البيت. طب عايز تصلي في المسجد مفيش أي مشكلة خالص. طيب واحدة تقول لي طب أنا دلوقتي لو صليت في البيت كده اللي صلت في الجامع او في المسجد خدت ثواب اكتر مني، احسن مني. لا لا لا، ده النبي قال وبيوتهن خير لهن. امال ايه قصه ان صلاه الجماعه ثوابها بيفضل ثواب الفرد، صلاه الفرد بالرجل بال 27 درجه؟ نقول ده خاص بالرجل. انت صلاتك في بيتك يا ست الكل هتاخد عليها اجر كامل مكمل، ما فيهوش اي مشكله، وده من باب التخفيف عليكي. يعني بدل ما تروحي تمشي في الشارع ممكن يكون في طينه، في هواء، في رياح، في كذا، حد يتعرض لك، لو صليتي في بيتك صلاتك صحيحه 100% ان شاء الله، وهتاخدي الثواب بتاعك ان شاء الله كامل مكمل. طب اللي راح تصلي في المسجد ما فيش اي مشكله. في واحده ممكن تقول انا عايزه اروح اصلي في المسجد عشان اسمع درس علم، يعني اسمع القران اتلذذ به، ما فيش اي مشكله. لكن ثواب الصلاه هنا زي هنا، مفيش اي مشكله خالص. لكن الافضل، الافضل في البيت. الأفضل. بس في نقطه برضو مهمه في هذا الامر. احنا بنشوف في المساجد عندنا ممكن ستات كتير جدا بيروحوا يصلوا صلاه التراويح، لكن احيانا بيعملوا دوشه شويه، والاطفال ياخدوا اطفال معاهم، كتير. بنقول لها يا ست الكل انت هتروح المسجد، بتروح المسجد ليه؟ عشان تاخدي ثواب، عشان تسمعي حاجه، في الصلاة. عشان تركزي، عشان تستفيدي حاجه. فانت تروح المسجد تركزي في الصلاه بس، بلاش الكلام الكتير، بلاش ان انا اخد معايا اطفال فممكن يعملوا معايا دوشه، يشوشوا على المصلين، يخلوا الناس ما تخشعش في الصلاه. فلو انت هتقدري تحافظي على نفسك كويس وتقدري تنضبطي باداب المسجد، لان المسجد ليه اداب لازم اراعيها. لان انا لو ما راعيتش اداب المسجد انا كده بخسر ثواب وباخد ذنب. بالزبط. ودي نقطه مهمه، اي حد يروح يصلي في المسجد لازم يلتزم باداب المسجد، ولازم يوقر ويحترم المسجد اللي قاعد فيه. لو انت هتقدري تعملي كده روحي، ما فيش اي مشكله. طيب مش هتقدري تعملي كده، او عندك الاولاد في البيت، او مش ينفع تسيبي الاولاد لوحدهم، صلي في البيت وثوابك ان شاء الله هتاخديه كامل مكمل.